ريشة تبدئ وتجمع بين الفن والجمال في لوحات تعكس روح الإبداع والموهبة، وألوان وظفت في إظهار جمالية اللوحات، وذلك من خلال معرض فني للفنانين محمد وياسمين نظامي أقيم في المركز الثقافي في مدينة السلمية. المعرض بالنسبة لي كتير مهم لأنه مسيرة حياتي الفنية، ومثل ما شفتوا عرضت أول لوحة إبداعية أنتجتها كان بال 2016 لحد المرحلة اللي وصلت لها حاليا بال 2022. أي حد عنده هدف أو طموح يسعى له، لأنه يعني هو خلق لحتى أنه يجسد هذا الشيء اللي هو بيحبه. يعني أنت بتحب ترسم، أوكي اشتغل بالشيء اللي أنت بتحبه، لا تتجه على شيء تاني أنت أبدا ما لك علاقة فيه لأنك رح تفشل بالنهاية. مواضيع مختلفة ضمتها اللوحات التي أبدع فنانيها في رسمها وجعلها لوحات تنطق بالجمال. طبعا ده المعرض بلوحاته المتعددة بدل على الواقع اللي حاليا نحن عايشيه، والمرحلة اللي انتقلنا فيها إلى مرحلة أنه الرخاء إن شاء الله، والمرحلة الطبيعية للإنسان السوري اللي لازم يعيشها. مثال تعاون ومحبة، أنه كتير فكرة حلوة لبي وبنته، خطوة حلوة بشجع الشباب. عندما تتجول في المعرض تشعر وتلامس عالما مليئا بالسحر والذوق الرفيع الذي يغلب على اللوحات التي امتلأت بها جدران المعرض لتعكس الإبداع وتميز الفنانين. محي الدين فهد للأخبارية السورية، ريف حماة.